أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. ثالثا المفطرات ودرسي كوي طوانات من كتاب فقه الصيام وحن كسو جرني صومك أركان تيسي وحن صوت الماني قودهان صومك إن وكل سنية هاي سدح تير تيرك وهر يوهو أها نيو وكسو هذلني تيرك لبادنا وحو أها الإمساك عن المفضرات وحيالها صومك بورية ولقاء فهيستو إمساك أسمرك wuxuu bilaabanayaa fajarka dhalashadiisa wuxuuna ku dhamaanayaa quraxda dhicitaankeed. Qodobkaani marka waa ka soo hadalnay asigoo faahfaahsan. Wuxuu rabaa musannifka xafidahu Allahu Ta'ala halkan inuu ka gudi galo rugniga saddexaad, yacni aan iraahdo waxyaalaha mufdiraadka. ولي مركا قضب كي لباد باندل آن قدال سعنا يو مفضيرات كو لغا أفها يستا أركان تكاميدا مركا مفضيرات كو محيهين مفضيرات كي بو مركا كهد لايا مفضيرات كي أيو كهد لايا. طيب وحويري لقد ذكرنا وحان صور شاقني أن ركن الصيام صوم كركني جيسا ركني جو الثاني إيه لباد أو شرده صام كشرده سشرده الثانية اللوات أن ركن الصيام صام كركنه سركنه الثانية اللوات أو شرده صام كشرده سشرده سو الثانية اللوات هو ركنه الإمساك إنو يهيك أفهيس عن المفدرات لغا أفهيس تاسان صور شكمن من ضلوع الفجر لقب الله إلى غروب الشمس قرحة دعيد إذن لقب انت أصلا لا أفايس. وقد تكلمنا وحنكسوا هذا الني على زمن الصوم الصوم كالزمن كيسا أولا وبهورينتي عن بدايته بانكسوا هذا الني زمن كباللو بيسا وثانيا مركح اقتني عن نهايته زمن كالدماشي سانك هذا الني. وسنتكلم الآن حتى وحنكه للدناء عن المفضرات وحيالها الصوم كبورنا التي مفضرات صوم يجب الإمساك أفايس الشيء واجب عنها مفضرات حق لقاء أفايس طوى كل كرقني جلبات ولما ينكبحين رقني جلبات وإن لقاء أفايس طوى حيالها مفضرات كا أفايس كاسمر كزمن وليه زمن كي سوى كسو هذا اللي بلو يردمات وحيالها لغا أفهاي صنع يا مركا ميشا لغا هدلايا. وهي مفضرات كو الجماع جماع واي وحيالها لرب وقفك الصومان إنو كجوغو أو أصن سمينين هدو صومان الصوم كيسا وبرايو وحكم إذا نمبر ون جماع جماع مركا عبار لشرحايا جماع إيو مسائش كفر عميس وغوص إيمانيس. وحويري فقد أجمعت الأمة أمدي وحيكو إجماعين على تحريم الجماع جماعا إن لا حرمي على السائم لغا حرمي مطلقا إطلاق نمو يعني قفك الصوما وحق الماء مصمين كراي وحرام نوعك استبهاء هاتو علماء الإسلام كارنتا ويكو إجماعين كما اتفقوا أمدوا سبي سبوا فقين على أنه جماع يفسد إنو فسادنا يا الصوم أو فسادنا أو يبدل جماعه الصوم كي أوبرنا أنزل المجامع كم وحجماع يهمني الدجيو في سيامه هكومني الدجيو أو لم ينزل أما يسمني الدجينين تانا ويسقوا فقين جماع إنو صوم كبرنا قف كمجامع أما مني هكايمات أما يسن كإيمان وحاو جماع يزوجدي سهنقط أما يسن نقاني جماع بهدوس ما يوقفك سائم كا صمت وكبرايا
جماعنا مركو حوكو حصلايا ذكر كحشفديسا إن لقليو فرجيغا إن لقليو إنت أصب جماعة واكو حصلايا مسألة ذا أسمرك والإسلاء قولي هيو وحمرا إي خلاف كما جرو وذلك أرن كان ملتبس وايمت كرديهن لقوله تعالى إلهي قولك سكرديهن إلهي وحيري أحل لكم محال إذن حللي ليلة الصيام صوم كهوينك سأرفط جماع بال إذن حللي إلى نسائكم حاسسكين أنتي كأهنئات جماع ذا معاني إذا رفض كالغوف سري جماعة كمدا هن نساء ذا لباس لباس وهي لكم إذن كي لباس إذن يهين أو كما ما رمتان وأنتم إذن كها يعني محن إرادة وأنتم إذن كان لباس لباس آياتهن لهن دمر كاد لباس أتهينو أيبون إذن كما ما رمان علم الله إلهي وأجادي أنكم إذنك كنتم إذنك إن أهاتين تختانون إن خيانيسان أنفسكم نففياليهن إن خيانيسان وحل الجماع الحرم إن الجماع سمينيسان إسلام كأول كيس سيدو صوم ككب اللاوضي سيدا سوءها وسوءغاني فتابا إلهي رجع عنكم حقين وكل الله أبطيحكم كاس فتابا إلهي واتوبا أقبلي عليكم إذنك إذنك توبا أقبلي بمعنى رجع عنكم إلهي وإذن كلا لابطيو حكم كي أها قبل كمركو ورع عقفك هدو صلاة عشاها دكتور أما هو صيحضو صوم كي سوابا بالله ضيبا حكم كي أها إلهي وإذن كلا لاب وعفى إلهي وعفي عنكم حقينا وكعفي يوحي إذن كدع يوخلضا فالآن هدى باشروهن هبينك اللباشرة أو جماعة وابتغوا الرذية ما الرذية كتب الله إلهي أو قدري لكم إذنك أو إذن قدري أو نسلئ أو ترنا وكلوا عنا وشربوا عبا حتى يتبين إله إذنك قعدانا لكم إذنك الخيط ليلا خيطك الأبيض عدا شبدا من الخيط ليلا حقي إذنك قعدانا خيطك الأسود أمذوا من الفجر حال وهذا خيط الأبيض كوا خيطك عدا شبدا فجرك على قبضا ثم أتموا كدبنا دمستر الصيام الصومك إلى الليل هبينك إنت لغاقار دمستر ساسو إلهي نحي آيات دا سامرك وحي تسيني سائنو جماعة حرام يهي حلق الصوم فقوله تعالى إلهي قولك سأحل لكم ليلة الصيام أوكو قولي يفهم منه قولك سوحا لغا فهما أن هذا كان أو جماعة وياني أما رفضك محرم في النهار إنو يهي مدلح حرمي مال انت قدهت وقت الصيام صومك وقت جيس هوينك الله إذن حليل معنى إذا وحواك مال انت والله إذن كحرمي إنها جماعة سميساو وقد صرحت الآية آية وحي عدي سيف في آخرها آية آخر كان بهذا المفهوم مت كان هذا لفهمي آية بلو قيدي لقى فهمي أي ستو سوع عديس وهو آخر كان قوله تعالى فالآن هدى باشروهن هوينك لباشرة أو جماعة أو هوينك وابتغوا الرذية ما كتب الله لكم إلهي وحو إذن قدري أو هوينك إذن قدري أو نسلئة أو ترن أو درياء وكلوا عنا وشربوا عبا حتى يتبين لكم الخيط إله إذن قعدانا أي خيطك الأبيض من الخيط إذن قعدانا أي خيطك الأسود والنهار كإفتين كيسة إيه هبينك مذوقي سيلا إذن كقعدانا يوم من الفجر حالو كآذي خيض الأبيض ثم أتمو كدمنا دمستر الصيام صنك دمستر إلى الليل هبينك إنتي لقا قاروا آيات دو مركز سيدا سيئو عدي سيء إن وحلا عنائي إن وحلا عبو إيه إن وحلا جماع إنتو بإني مال إنتي أي حراميه إلى هبينك لقا قارو طيب حكم الجماع والطعام والشراب في بداية الإسلام هذا كان حكم الجماع جماع حكم كي سوى إيه وطعام راشين كحكم كي سوى والشراب شراب كحكم كي سوى واكو حكم كاسو في بداية الإسلام أهل إسلام كبلوغيس إسلام كبلوغيس يعني صوم كمركي لواجب يالي جماع إيه وطعام كإيه الشراب كحكم كوضا سيديبو أهل قرمي حرام نقنا ين جماعة إيو ضعامك إيو شراب ومسالة نهري أسوء غانيوا وهبينك قفك مركو صلاة عشاها دكتو أما أسيحضو
حلقاس أيو صوم كيس بلاباناي جماعة إيو ضعام إيو شراب كحرام بيبكنا قناية إلى مركا محن إرهداي مالنتا كالي قبل كيضا أوكرناه مركا مالنتا أو إذل إيو هبينك إنتي سبضنبا وقت الصوم بي أهان جرتي إسلام كأول كيسي مسألة دي أنا هرئ سوء أيوة. وقد كان الأمر أرنك وحوها في أول الإسلام إسلام كبلوغيس على تحريم الجماع جماع الحرم الديسة والأكل الحرم الديسة وشرب الحرم الديسة ليلة النهار والليل أيوها هوينك يومالنت دير الكوضة ولا يباح لما بنينين إلا بين الإفطار وصلاة العشاء أو النوم ماهن وردد إيو صلاة عشاء إيو أفرك إنت أدحيس بس أفرك إلى صلاة عشاء قفك أكدكتو أما إلى أكسحر إنت أصو جانس هايستيبا إنو وحعنو إنو وحعبو إنو وحجماعو جانس كيس إنت أصو كوئكا مرادو عشيه دكتو أما أكسحر قلا السوم كي سواب باللوضي أهانجر أيهما صلاة عشاء إيو نوم كوذي وجد لهلو أولا حال يهي لهلو حصل به أي التحريم أكح السلاي ثم نسخ ذلك حكم كوالا نسقي وأبيح الجميع رمان باللبنيي إلى ضلوع الفجر فجر كدل شديس إنت لقار سواء وحاس من أنام إنو هردو أياس من أم لم ينام إنو سنهردين باسمون رب البخاري بخاري وحووريي في صحيحه وحوكووريي عن البراء بن عازب وحكوري رضي الله عنه قال وحي لبراء بن عازب كان أصحاب محمد وحي أهانجر صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل سائما مركو أهاضو فحضر الإفضار أفر كؤو صحاضر فنام الرجل كأورد قبل أن يفضل أنت سن أفر لم يأكل رجل كأنو سن عنين بوأها ليلته هبين كيسة ولا يومه يوم كيسة حتى يمسي إلى كقلب السنة وأن قيس قيس قيسكو ابن الشرمة قيسكو الأنصارية لونس بي رضي الله عنه كان قيس وحوها سائما أيوها متصوما فلما حضر الإفطار أفرك مركي أصوحا لريو لقاري وقتك أفرك أتا قيس وحو أتغي إمرأته حاسك سأي أتغي فقال قيس وحويري لها إمرأة وحويري عندك طعام عندك أكتاد طعام راشين مياه قالت امرأة وحيتر لا ميا ولكن أنطلق حدا تقايا فأضرب لك حدا وحكور راذنايا وكان قيس وحوها يومه مالنتي سيعمل متشقينا يا أيوها وبيره كشقينا كلك دال باجريو فغلبته قيس وحاك غالب نقدان عيناه لودي سيندور هردا قبطيو مركاسو اسك السحري وهردي مرها دو هردي معناه يدو حويان صوم كيسيو بلاوضي هرد بعد كده وحلما عني كرو وحلما عبي كرو وهكذا فجاءت وحا أتمت قيس امرأته ايا أتمت أصيغو هردي فلما رأت امرأته قيس مركي أركتي قالت امرأته وحي تري خيبة لك هوك باكو سقنادي ها خيبة هوك با لك أديك كو سقنادي ها فلما انتصر وادهك تيو أما قطو يا كوسقنا تساسك قطو يا كوسقنا واد قضي واي معنى فلما انتصف النهار النهار كي مركو كلبر مي غشي عليه والم يردبو لي مرك إلا الشليتو رمبو صنع حليتو وحمعن ما انتنا مركو ووسي سمية ما لنت مركي كلبر انتيبا لم يردبو لي فذكرها فذكرت ويشك تي مركا امرأة ذلك أرنكاس للنبي بيؤشك صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أيا صدقت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم با صدقت آية دمرك آخر كذا وحالو رخصيي إن لعنو أو لعبو هبينك يورننو ففرحوا مرك وي فرحين صحابة بها آية دي بيكو فرحين فرحا فرحد بيكو فرحين فرحد شديدا إيدرا ونزلت وحا صدقت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وروى أبو داود وحوري عن عبد الله بن عباس وحوكوري رضي الله عنه ما قال وحوري عبد الله بن عباس كان الشأن وحوها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي الزمن كيسا إذا صلوا مركي دكتان العتمة عشها
حرم عليهم الطعام والشراب والنساء إني كحرم نغنيسو صحابة الطعام كإيو الشراب كإيو دمرك وصاموا إني صومايان إلى القابلة إلى هبين كسو صعد لغا كلك فاختان الرجل باوحو خياني نفسه نفسديس فجامع بوسمي رجل كي وجمع امرأته حاسكيس خيانة سوسمي أيضا مركة أي حرام كتها يحلق أو جماعة سمينا والحال قد صلى العشاء أنا أودك تي ما أركيسا ولم يخبر من أفور صلاة العشاء أودك تي جماعة سمينا ساسو نسونك سقوتي فأراد الله تعالى إلهي وحدوني أن يجعل ذلك أرنك إنو كيالو يسرا فضيت لمن أغيالو منكو بقية هري أو أدونك كو هري ورخصة إنو كيالو رخصة وقلاشة إيوا منفعة منفع إنه إلهي كيال فقال عز وجل إلهي وحوناهي علم الله إلهي وأغادي أنكم إذنك كنتم إن أهاتين تختانون إن أتخياني سان أنفسكم نففيالهين أو جماعة سميني سان إذنك صلاة عشاءنا الدكتين وكان هذا كان وحوها مما بوها نفع الله تعالى إلهي به ما جاء الناس ضدك أوكو أنفعي ورخص إلهي لهم ناس كأرقصيي ويسر إلهي فذوذيي ساسي مركا أردت كسو بلاوطي الجماع جماع مفضر ويمد أفورنا في كل أشكاله جماع أنواع دي سلمانتو ما لم يكن مجامعا ناسيا مدها المانسان هدو سن أهين جماع أمبا عبار لشرحا وحويري جماع صنك وبرنا يا نوع والبهاء هذا جماع أما الزوجة جماع إذا هنقضوا أما أدونت الجماع هذه هالنقرة أما الجماع أها شبهة ناك أن زوجتي سأهين أدونت سأن أهين بوكوك الدمي زوجتي سأما أدونت سو ملينا وشبه نوع سأها أما ومعصية بها هذا زنو عادي أها هذا جماع بها دوسة ما يوقفك سائم كان نوع دون بها هذا جماع صنك وبرنا اللهم إنو هالمان صنا إنو سومن يحي ماهنه إنو سومي هاي هدوها المانسانا جماعة مركز سونك مبوريناي تاسو كهلا يا مركز وبناء بسد دراد دا على الإجماع إن الغدسايو إجماع كل مد على تحريم الودين لغو كل مي ويعلم ذا كل من ودقا إن لحرمي مطلقا إضلاغ نمو في نهار رمضان رمضان مالنتي صديح دين لحرمي أنزل همنا الدجيو أو لم ينزل أما يسمني الدجينيني أرنتا والغو إجماعي صح إجماع سأيضا أن كدسين مسألة دا. فإنه شان يستوي في ذلك حكم كاس وحاكسما زوجته أيا كسما وأمته أدونتسا كسما ووضع الشبهة يا كسما أو المعصية أكسما وذلك كاس معصية كالزنا أو كلواي والعياذ بالله والعياذ ما ينقلنا بالله ألا قبدي سوء هذا إله بأن كما ينقلنا معصية إن أنقرنا عنه حكم كان مركب وقوة السميهم وكله ها جماعة دمانتي أم ها يفطر ها وأفرنا يا ها يفطر به كل جوحك أفرى يا السائم سائمك إذا كان سائمك هدو يهي ذاكرا هدو يهي مد حصوصا للصيام صوم كان حصوصا واكو صوم كهدو حصوصا وأما الناس مد كهالمامي فلا يفطر ناسك ما أفرى وسيأتي بيانه ناسك بيان كي سنة ونو إيمان دونا بالتفصيل مع التفصيل ففاهين معظو نو إيمان دونا إن شاء الله تعالى إلهي هدو دونا وحيالا مفضلات كدمان توضب وقفك هدو نسيان أصم أيو صن كي سبوري ما يوسد الراجي حساسو المباشرة في غير الفرج هذه تاني المباشرة وهي لباشرة في غير الفرج فرج غير كي سنة لباشرة ونن كان وحو سميي ميلا فرج أهين أيو جماعي معنا أو مباشرة أيو سميي أو ناكت مثلا والله صحيحي أما ووتا طابتي أما صدا صوكالي أضو جماع ما سميني لكن وحيالك لو سميي وحيالها كليها دو سميي حكم كود محون قنايا وهذا كان الذي كي ذكرنا أنك هو الذي أنشقني كله الذي دمانتي إذا كانت المباشرة في الفرج مركي أهاتوا مركل ليه يقفك همني الدجيو
أما يسن من الدجنين مر هذا جماع سمايو نوع دونا وجماع ها هذا صوم كي وبرايا أرنتاس جماعة توسكا لقاهد لايا فأما إذا كانت المباشرة في غير الفرج هدي أي أهاتي بأن كانت مباشرة ملاجعة إني أهاتبوا إسلجيف سشو أو لمسا إني أهاتبوا يتتاوشو أو غيرهما إني أهات ها فإنه سائمك في هذه الحالة يختلف الحكم وإسخلافا بين ما إذا أنزل أو لم ينزل إنه من الدجيو أما إنه سن من الدجينين بالله لقالا هذا الله صحيح أما هذا تابطو أما استمتاع نوع والبهاء هذا هذا كسميه ها وحالوك لقالا يا إنه من إني كيما تئيو إنك له فإن أنزل في هذه المباشرة هذا كم من الدجيو فإنه يفضر مع الإثم وأفر يا ذنب معيري زوجتي بولا راح يستي بيا كيمت حكي ما دانه جماع ما سمينين وفرجي ذكر كي سمو أسنجلين فإنه يفضر مع الإثم وقد نقل الإمام الوما وردي وحسو قوري الإجماع في هذه المسألة مسألة دان إني علماء كو إجماعين هذا استمتاع سمينين راح يسي قصداس أي وحق وقي ما دان إنه ذنبابا صن كان وكبرا إمام الماوردي إني إجماع تهيب وصو قوري وح خلاف أسن كجرين وأما إذا لم ينزل هذا سن من الدجنين ها استمتاع وسمي لكن وح مني كما إما فإنه سائم كلا يخدر ما أفرايو لكنه يأثم وذنبابا صغو صوما إنه استمتاع سمي ذنبئة لأنه شاني كما يحرم الجماع قال ماذا سيدي حرام أتهي تحرم مقدماته جماعه الرعية السنوية حرام نقنايا استمتاع جماعة مقدمات كي سوى جماعة سيدو حرام ويهي مقدمات كان أي حرام نقنايا لأنها مقدمات قد تفضي إني قارسيسا لا أركا إليه إلى الجماع هذا مركا استمتاع سمايو إنو جماعي كل عاب لا أركا ومن حام غفكي وريغو حول الحما شرمدا هريره هذا أما سهينتا هريره هذا غفكي وريغو أما سيرادا هريره هذا غفكي وريغو يوشكو تقود بانا منكاس أن يقع إنو كنع فيه في الحما إنو كنع هو مركا قطر تاس أيا كإيمان كريسو جماعة مقدمات ديسة ورنعي ديسة إيو استمتاع مركا وحرام وانا كذن بابا يا لكن هدي أي سنبية كإيمان إنسان كأوغبوري ماي جماعة مركا إيو مباشرة في غير الفرج ساسي كوكا لدوي جماعة توس كأسيقا مني هاي ماتا أما يسن إيمان إنسان كأوغبوري لكن مباشرة في غير الفرج واستمتاعي أصيغة وحوية يعني هدي أي مني إما توصون كبرايا لكن مروى البوى حرام قبلة السائم وحكم الإنزال بسببها هذه تاني قبلة السائم سائم كرنكو شدي سوى إيه وحكم الإنزال ويمني دجن تحكم كذا بسببها قبلة صواب تذي لغو مني دجيو وهذا كان الذي كي ذكرناه الذي أنصر شيئني حكم كان دنبئ أو المباشرة في غير الفرج أن كجهاد الني في غير القبلة يو هذه نكوشة غير كت أما نكوشة أيضا ونوع استمتاع كمدة وركي واكنا وأما القبلة قبلة فإذا أنزل هدو دجيو معها قبلة مع هذا هدو من دجيو فالحكم كما سبق وا حكم كسيدا نصور دقيوا من الفدر حالوا هذه أفر ما والإثم ذنب حالوا هذه بالإجماع مرهدي أو dankooshada uu ku mani dajiyay ay biyo oga yimaadaan sonki uu buray uu nadambaabay waana ijmaac wa amma idha lam yunzil hadii usan mani dajinin qublana uu sameeyay mani dajinin fa yakhtalifu alhalu halku wa iskhilafa markas bi ikhtilafi as-sa'imi wa ahwalihi sa'im ka iskhilaf ki sa'iy sa'im ka ahwashi su halka isku khilafaya wa halu kala qaadaya sida soo socod فإن كان سائم كهدوء هذا ممن هدوء هذا تحرك القبلة شهوته أي دقاجينيس مثلا وانين دالين يرى قبلة الشهوة دي سوى دقاجيني أما وانين أضايا لكن دالين يرى قبلة الشهوة دي سوى دقاجينيس نوع سدوية فإنها قبلة تحرم ويحرام نغانيس
قبلتي عليه منك ويك حرام نقاني إلا أنها قبلت لا تفضره ما أفورينيس لكن ويك حرام نقاني ما دام الشهودي سكعينيس إنه جماعة سمياء عبس الله وإن كان هضوء هذا سائم كممن هضوء هذا لا تؤثر قبلت فيه منك أيسا سامينين لن كوشو شهودي سكو مكعيس وانين أضيع أما بوانين دل يرو لكن أضيع عمل إسكاء ها فإنها ما أركيسا قبلة لا تحرم قبلة عليه من كما حرم غنس دي بشاودي سيسان دغدغا جنين لكن أيضا يساس جرتو والأولى سيدا رونا شدا بدن تركها قبلة إنو كتغوا حتى هذا يسان شاودي سكعينين إنو إسكدا يا رون وسنتكلم وانكهد لدونا عما بانكهد لدونا يتعلق بهذه المسألة كتعلقها إن شاء الله تعالى إلهي هدو دونا بالتفصيل مع التفصيل كلا دقد معي انكهد لدونا والدليل مع الدليل مع ذكر مذاهب العلماء علماء مذاهب تودا حسكو دي معي انكهد لدونا فيها مسألة دحدينا أو مذاهب عند الكلام انكهد لدونا هذا الأكتي على مكروهات الصيامنا انكهد لينو صامك مكروهات صوت وحواي وحيالها سائم كالله نعى يوم كروهاد قبل ذا كاميرا هل كاسوكو كيني دون عمر واكو ادي شاودي سا اي صندق دقا جنين انو اسكدا يا رون ماشي ليري قضب كاس مركز اسواي جماع استخراج المني مني او لسكسو بحيو واكو ولين مركا قضب كي جماع امبا لدب الصعدة مركا لكي والك لقاضي وحيالها وقفك سائم وكأف هاي السنة وحان نمبر وان جماعة إنو قل مصم يو إسك إلى لنا يا لو إسك إلى لنا يا استخراج المني مني إنو إسك كينو ومثلا الاستمناء باليد يوكال إنو سم يو إنو قعنتي سيستعماله وصداس ومني إسك كينو أرنت نوع سنسونك وكبورا يا أما قعن كليها دو استعماله ayada naftarkeedii waa lamid oo sidaas mani uu isaga keeno asiga faafahinaya eeg wa min al mufdirati wa hakamida wa xiyalaha soonka burinay istikhrajul mani mani oo iska soo bixiyo bil istimnaai mani weedin isaga soo bixiyo istimnaho al muharrami oo la xarimay oo gairihi ama istimna gairkiisana isaga oo gairihi gair al istimnaai al muharram istimnaha muharram ka gairkiisana isaga soo bixiyo أو استمناها وحلو كلا قادة يا مد محرمة أي أمد غير محرمة محرم كوحوي يعني قعنت أذوك لأن استعماله واستمنا محرمة غير محرم كان الزوجة ذا قعنت أذوك لوا كاس محرم معها لبذا ومرك اسكمد واحد استمنا محرمة قفك هدو مني السجك كانوا أما استمني أو غير محرم هدو مني السجك كانوا صنك وكبر عياو فمن فعل ذلك أرنك قفك السمايو فقد فسد ها صومه من كاسونك سووا فساليو لأنه استمنه إنزال ويمن دجن إنزالك ناتج كذا شيء عن مباشرة لباشرت حقي كذا شيء وحديقة آت سمي سيد صوبتي وحكاقي مدوى أما وحلقوا سمي إنزال كاس مركا أو ناتج كأو مباشرة كذا شيء ويان استمنا صونك مركا وكبورا ياو ما السمين كرا مركا قفك أرنت النوع عصو كلام ونحن أننا قد عرفنا وانسوغاني أن الإنزال إنزالك إنزالك عن مباشرة كأهاد يفسد إنزالك الصوم إنه فسادنا فكذلك الاستمناء من يدين تنوالمت يفسد استمنه وصومك وفسادنا ياو ولأننا أننا إذا قلنا هدان نهني بفساد الصوم صومك فسادك صومك الناتج كل شيء عن القبلة كل شيء قبله المباحة أبنان في أصلها أصل كذا وبنانات قفك زوجتي سينو دنكودا أصل أهان وإسك بنانات قبل داس بنانات سبب تد هدية أي بيو أوغي مالا وحالي يرسونك وكبرايا حتى أنك سوى هذا لن محادو ملين يسامرك استمناء باليد أو أغل بحرام أها هدو قفك سمايو أو سداس أي مني أوغي مات أي أوغي مات وكسي حق جرتاوا يرسونك وكبرايا إذا صاحبها قبل ذا الإنزال هديء ولا صاحبه مركب فأن نحكم إنا نحكمه بفساد الصوم إنا نحكمه
فسادك أن تجي كذا شيء عن الاستمناء كذا شيء استمناه المحرم في أصله لحرمي من باب أيوة هذا واي بابك أولاء رونان بضنوا مرك قياس عجيب أهواء واكو الإنزال من غير عمد من يدجن قصد الآن لمن يتجيه مدان هذا وحيهات سكو تلقل وقفك أسيقا قعنتي استعمالي ساسو مني سكا كان استمناء باليد أما العادة السرية ألو يقانا عرب هذا شو تسيرا سيؤتقانا العادة السرية صانكي واكو برايا لكن هدي أي نعضو قفك أصان أقصدين إن هدي أي مني ذكا إمات سيدي كل عكرتا دو فكري مسكح دي يومان كيبو وحكو قبطي سيدا سود درينكي سكوك عيبيه نواكي مالا أما وحو فيريي ناك أجنبي أهبو فيريي أما موقال أم فعنين بو داوضي درينكي سامركا سيدا كويمد بيا كي مالا أرنتا سومركا مركا سونك مكبورا يا مسيح تاسو كتبابا وأما إذا خرج المني منيغا هدو صوبح من غير عمد كتلق اللعان هدو صوبح كمن أوكلوا يمنك وفكر فكري بالمرأة ناكو فكري مسكح ذو كشقيسي أوكليا أو فتهيج كعي منكي وأنزل كدي من مني تجيه أوكلا وحو متى ونين كان ماركيسا أو نظر أما منكي أو في ريو إليها مرأة متى ونين أواد داوضيو فتأثر كدي من أو كتأثر مغالك وأنزل كدي من أو مني تجيه فإنه منكاس ها لا يفضر ما أفراي محايا لي مباشرة ما سمينين وح مباشرة ما أصن سمينين مباشرة شرط إهد لأن إنزاله من الدجين تيسا لم يكن إنزال كاس عن مباشرة مباشرة حقي معها لباشرة وح أوتابت مجرا فأشبه مرك إنزال كي وح شبهي إنزال المحتلمي كي نبر نبوذي من الدجين تيسوكالي ننهر دي سيغو صومن رياضي مركا سيغو وح جماعة يوكالي كل رياضي وصيدا كمان الدجيي محتلم كهدو من الدجيو سيغو صومن صونك كما برينين كان مركا او مسكح دي وحكو قبطي اما انها وحكو فيريي او سيدا اي وحكو غي مادين سيدا صوك لواي صونك كما براي لبضبا وح اي تاوين اينو مباشرة ما اي سنسمينينو وسواء وحاسما في ذلك عدم الافضارك وحاكو سمن يعني ارنتاس داوشاد حلال ميا مس حرام ميا وح لغا هدلاي تا ما صونك مبرايا مس مبرايا واي مساله لغا هدلايا وسواء وحاسما في ذلك عدم الافطار كا وحاكو سمن ها اكرر انو علعليو الفكره انو علعليو اي والنظر في رضا ام لا انو سنكو علعلين باسما مع القبع جويدنا لا لقبو واكنا فيري بحرمه النظر في رضا حرمه اذن لا جوينايو نظر كو المتعمد او لو قستيو إن أطفير الصناعة أديكو سائمة أما مقالة حنحن إن الدابطة أديكو سائمة دابشة هو حرام أو دابشة حرام لماذا إذا ما أوحى لقاها الله فالكلام كلامك ليس كلامك في حرمته حرمة النظر معها وإنما الكلام كلامك وحويا في كونه نظرك أهانشي سيؤدي مد جارسينا يؤو أهد إلى الفطر جارسينا أم لا إنسان جارسين إن تاويا وحى لقاها الله في رضاس او قفك او ناكتا في ريي اما او كفك ريي او مركز سدا او كمان الدجيي سونكي ارنتا مبورينيسا مس مبورينيسا واي مسالة لغا هاد لاي جوابتن وحويا سونك كبوري ماي ارنكا وبهذا عدم الافضار كقبديسا قال جابر بن زيد التابعي او نهي وصفيان الثوري او نهي وابو حنيفة او نهي وابو يوسف نسدا صو نهي وابو ثور نسدا صو نهي وهو قال كاس مذهب الإمام الشافعي واي رضي الله عنه أنك أنا مركا هدان شافعيا نهي مذهب كاين ساسوا مرة هدي غفكا مباشرة وصن سمينين وصن ناك بتاوينين أو فكر أو إيا داوة شالي وكماني دجيو صنك كبوري مايو وقال الإمام مالك وحيري في إحدى الروايتين هالا بر رواية مدوت روايتين كوعان مالك حقي كار إنه شخص لا يقدر وأفرايا إمام مالك لبر رواية مسألة كقوا مركا لبدي سرباية متكمدة وحوليها واكو أفورايا وأبعد الحسن البصري حسن البصري أياه فوقيي مسألة رضي الله عنه فقال حسن البصري وحويري آدو مسألة أفوقيي إنه شخص لا يفضر وأفورايا بولو
هدو ناك كوفي كيرو أي سيدا بي أوغي مادان أما هدو داوضو أي سيدا بي أوغي مادان سنكو وكمورا حسن البصري آنها انتا سمو سنكو إكينيني وتلزمه وحانا كل لازم يسويري ولبا منك الكفارة أكل لازم يسويري مسألة مركة حسن البصري وافقي كالجماع حال أولتوية فيما كيد إذا هديا عن قبنا حكاه ماجي ابن المنذر أوشي عنه عن حسن البصري وكشاجي وركاسنا حسن البصري وحاكشاجي ابن المنذر وعن الحسن ابن صالح ها وكشاجي ها وهو ماجاسنا الرواية ورواية الثانية طلبات رواية عن مالك فيما إذا تابع النظر في رد هدول إسراع راعيه وكرره نظر كوكل عليوه ساسولي هي إمام مالك لبدي سرباي رباي ذا كلام ساسولي تي هوري سونكا كبراي أوكلي تانا سونكي وكبراي كفار من وكل لازم يسابو وكو ابن المنذر بارنتاس حسن البصري إيه حسن بن صالح كشري إمام مالك نوالي ورينايا قال ابن المنذر وحيري والمختار متك الله دورتي أنه شخص غاسي لا يفضل ما أفراي ولا شيء عليه الشيء دشي سماء هاناي هو سونكي كبري مايو وحنا دشي سماء هاناي لكنه شخص غاس لو احتاب هدود داله او داوشادا مني اي اوغي ما اي مني اي اوغي ما تيو او اي قاركود خلاف كي كم موجيان هدود داله او وقضى يوما اوصوق لي مكانه مكان يوم الانزال فهو احتياط كاس حسن ووناكسن يايو سيقو خلاف كا كبحاي ما دام امام مالك ايو اي حسن البصري تابعي قاس ايو حسن بن صالح ايو اي خلاف كم وجيان وهذا الخلاف خلاف كان انما هو خلاف في النظر واهل في رضا واما الانزال بالفكر فكر هذه لغو من الدجي مران كان هذا او حسن البصري ايو امام مالك ايو ابن المنذر اي محن ارهداي اي حسن بن صالح لقشي اي وأما الإنزال بالفكر يلغمني الدجيو فقد قال الإمام الماوردي وحوضهي لا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع فكر لها تلغمني الدجيو وحق الله لك مربو كفارة لك مربو وإجماع تا أيضا مسألة ذا حكتو الإمذاء مذي دجن هذا كان الإمذاء ومن ما هي مذي دجن إمذوه في القبلة أهدي دنكوشو ها أما في القبلة الغمة دي دجيو أو المباشرة الغمة دي دجيو مذي وقرن إنسانو شهوة دي سقفك مركي كعربتو وحكا إمانا يو من إذا حقون كذي واكسو هذا النيوة الشهوة تنوى مذي وبيها يرو تشيدمو عند ثوران الشهوة قفك كإمانا كاس أصيغ حقون كي سسديبو نغانا قفك مني كما إيمان شهوة كما إيمان لكن وحكي مد مذي أنتو حاسك ستتابطي أما أوردن كوذي مذي كتمت مقارن مركا مني إني كإيمات مقارن مذي ذا مركا أيضو سيدي بين غنيسة ولو قبل الرجل غورو دن كوذو إمرأته حاسك والحال هو الرجل كان سائم أويه مد صوما فتلذذ كدبنا أوم عن سد رجلك وأم ذا أومذي دجيو بيها يروي تشيت ماي كي مالان او كسوهر مران شهوه يوم مني ذا كسوهر مران ها الا انه رجل كلم ينزل اسن مني دجنين ماركي مذي باي ارنتي سجوكتايو ما مني دجنين فالذي كي ذهب اليه الذي قال الجمهور اي كتاغين انه سائم كاس لا يخدر ما افراي مذي ذا دي سيدا بولكي عمل واي كاذي قفك هاتي كي ماتو صنك كما برينين مديد نصاص وكلاوة وهو عدم الإفطار قول الشافعية وبلا خلاف خلاف لأو عندهم شافعية ذا أكثر خلاف بك مجربة مديد إني سنصون كبورين وحكاه قول كاس ابن المنذر بان الشيغي عن الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور أي كشيغي قابل ابن المنذر وحوير قال ابن المنذر وحوير وهو به قول كاس أقول أرغن أنكو هاد لا يابو جمهور تمرك سدا سيب كما يقتغي دب مال مديدا سونك ما بورينيش واستدلوا على ذلك وحين ادلل سدين عدم الافطار بالامذاء بانه اي ادلل سدين شان ليس فيه امذاء دحديس انزال ما اهان من دجن ما اهان
والمدي مدي مدي جو الخارج صابحي يشبه مدي جو شبه البولة كاري إي وغيره بول غير كيس مما أنا حاله وهذه غير كي يخرج صابحي ولا يجيب ما جاء الغسل أن واجبين يعني كاري ذا إيو مدي جا إيو ودي جا إيو استحقون أي هاي النقطة والنجاسة ما أركيسا قويسنا ما واجبين أيا كذلك صن مبورين أيا مركيا ها ودي جا سجوا بيها إيمانا يقف كمركي علاس أو حمبارو كله أما سفر دير أو جلو كله مدي جن وامد كان هذا الشجني بال كن ولا جرنا أيا وحيالها سأيو والنجاسة قويسنا ما واجبين صن مبوريان وذهب الإمامان وحيكوتا جن مالك إيو أحمد إلى القول بيكوتا جن بأنه سائمك يفضر إنه أفراي بخروج المذي وكو أفراي مذي جو الناتج عن القبلة كذا شيء إمام مالك إيه إمام أحمد بأمرك الجمهور تكو خلافين مسألة ذا مذي جو صنك وكبرة يا هذه غفكة رنكوشة أو ناقت أو رنكوري أو قتمت مذي جو إمام مالك إيه إمام أحمد بأصدا قبا لكن الجمهور تصدا أي قبا وصدا نهرب صوت المعنى يواي والشافعية ذا أي إسكو وافق صيهين وأي صن إسكو خلافهم الاحتلام في الصيام هذا كان الاحتلام ونبر نبوشو في الصيام إنسان كان يحدث لغو نبر نبوضو احتلام كوالا قرانايا قفك إنو هردو هردو ذا قده إدنا مركا إنو كوريوضو أسيقو مثلا واحد جماعة يساسو كالي أو يمركاس بيكي مالا أرنتا سمركا حقون كيدي هرانا وأصو إشارنا هدنا والا عدينايا وأما الاحتلام احتلام كي نبر نبوشي فإنه احتلام كي لا يؤدي مجار سيناي إلى الفدر أفر مجار سيناي بالإجماع إجماع قبدي سيوسن كجار سيناي خلاف بملا بمداس أيضا خفك برشنا عيو احتلامي ونبر نبوضي إنه سنسون كبرين فمن احترم خفك احتلام من ليل هبين أو نهار مال احتلام فالصيام هو من كسون كيس صحيح صحيح ويا ولا شيء شيء عليه من كدش سماء هانوا وهو من كاس في هذا حكم كان لحديث كمن أيولا تويا من كو دخل الذباب تحسقا او غلي أو الغبار أما باركي إلى جوفه قده سأو غلي من غير عمد كتلا قلعان أو غلي عمد قو منه من كو حقي سكا تحسي هذا قفك صومن أفكا كغلو وعلوش قدب أما بار إيو هواس هذا قفك أفك إيو سنك أي كغلان أي قدها أو قدبان سنك كمبرايو تن ساسو كلاواي أسيغا أدو احتلام ويسيدا وحو غيب هذا النسون كبوري مايو الإصباح من مع الجنابة هذا كان الإصباح واي وبريسي مع الجنابة الجنابة مع ذن اللو وبريستو قفك هبينك يو مثلا جماع سمي فجر كاكوصو بشي أسيغون جنابة ذي كقوي سنين وحافي عن مركب قفك سدا صوك لهبينك مركب واحد جماعه يصون التهي فجر كأنتو صن صور دلن إنه جنابذي كقويستو حدين مركب أيضا عضو أسيقو إن جنابذي كقويستن فجر كأنه صور دلش أيضا المشكلة ملها وصوم كيس صحيح لوايو أسيقو جنابه قو فجر ككو صور دلشي صنو أنصح ما يلديه ما ي مسألة داس مركب أيضا فرفوران يأدي لدي دا أسيقا كينا يأيك وأما إذا جامع الإنسان إنسان كهذو جماع ليلا هبين أو ولم يغتسل إنسان كأوسن قويسن فأصبح هو بريستو والحال هو أسيق أو جنوب جنابة قبو أسيق جنابة قبو فجر كقصو مش فإن صيامه إنسان كأسون كيس صحيح واي ومثله وحالما إذا إنسان كاس أو جنوب كا الحائض مدى حيلك قبطئي والنفساء مدى النفاس قبطئ في الليل هبينك أي كلمد في الليل هبينك أي كلمد يهين إذا انقضع دمهما ديقو ذهدوك أو ولم تغتسلا أي صنق ويسنين إلا أنهما لبضوا نبتا أي نيستين الصيام الصوم من الغد بريتنا أي صوما ها ما ديق قبطئي oo habeenka gudaheeda dhigeeda uu ku go'ay niyasatayne berita inay soonto laakiin ayadoo dhiga ka qoweysanin fajarka uu ku soo dhashay waa lamid
صومك واو ان صحا يا واخ مشكله ما له ها حيلك يا نفاسك هدي هبينك اي غوان اين النيستان هبينك غديه اني بريت صومان لكن ايغون قويسنين ان اسظهيرين فجرك او كسو دشو دي مشكله ما له كي جنابه قبايو كلا واي اسغو جنابه قبو فجرك او كسو دشاي وبهذا عدم الافطار كان قال جماهير العلماء اي راده جماهير من الصحابه والتابعين والائمه كاهادين ائمه المجتهدين فممن وحكم اذا قال يري به قول كان يري من الصحابه وماشى منها كما قال من الصحابه نحال كاهادين من كاس علي بن ابي طالب باكمدا وابن مسعود باكمدا وابو ذر باكمدا وزيد بن ثابت باكمدا وابو الدرداء باكمدا وابن عباس باكمدا وابن عمر باكمدا وعائشه اكمدا رضي الله عنهم وعن صحابة الصاصة يرهدين وأبو حنيفة أيا كمدا أئمة الصداقة به ومالك مالك با كمدا والشافعي أكمدا وأحمد وأبو ثور والثوري أيا كمدا قال العبدري وحو وهو قال كان قول سائر الفقهاء قول جميع الفقهاء فقهاء هذا لما أنت هذا قول قاضي جناب معي هذه قفك هو بريستو إنه صومك صحيح يا هاي والدليل على ذلك وحاول دليل قوله تعالى إلهي قول كيس إلهي محويري فالآن هذا باشرهن ناغها جماعة معنا وابتغوا الرادية ما كير رادية كتب الله إلهي أو قدري لكم إذنك إذن قدري وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر آية داس فمن جامع قفك جماع قاد أفير مركياه قابك آية اللود دليل سنة ayadu waxa loo dilil sanaya qofka asigoo janaaba qaba haduu fajrka ku soo dhasho inuu soomkiisa sahih yahay faman jamaa qofki jimaa qabla dhuluucil fajr fajrka dhalashadiisa ka hor bi thaniyatin daqiiqat thaniyada waahidatin mid ah fajrka dhalashadiisa hal daqiiq ka hor qofki wax jimaa laa yu'tabaru luguma i'tibaarina ayo mankaas aathiman mid dambaabay فجر كدل الشدي صدقيقة كهر خفكي وح جماعة بل خفك أصيغو الجماعة كل حجرة هدو فجر كقصو رشو لكن إسلام مركا ذكر كأول بحو سمكي صحيح ويالي آثم نما جنابنا وقبا حالك سسما إسلام حالة جنابة وقبا إك وهو منكاس في هذه الحالة لا يتمكن مما كان صنع من الاغتسال إسلام حالة إنه قوة مما كان صنع اللي جنابدي أصيغو قو فجر كي صور لشي وبناء على ذلك أنه كل سنة سيدخل وقت الأذان والصيام وقلايا والحال هو أصيغو جناب جنوب جنابة قبوة ولو كانت الجنابة مرك الجنابة هدي أهان لهد لا تجامع الصيام صوم كمدا لكل مين وتؤدي إلى الفطر نجارسين يسر لبجب وحا واجب لها أن ينزع الإنسان إنسان كأنه ذكر كسيبته قبل الفجر فجر ككهر بزمن زمن كهر زمن كو يتسع للغسل اواسع نقرا ساصل به لها فجر كدلشدي سو وقت لغا قويسن كرو انو ذكر كلبها واجب با لدي لها او لما اوغولا اسيغو جنابدي قبا انو فجر كدلش ساصل به لها لما دهن ها ولا بينته ها وجوب كوحانا عدين لهد الايه ايدا ولا بينته وجوب كالايه ايدي ايانا عدين لهد إلا أن الآية آيدة أباحت آيدة له إنسان كذلك الجماعة أبا نيسي حتى الفجر إلى فجر كأوكسور إلى فجر كأوكسور لشوء الجماعة آيدة أيبا نيس ما أركيس فجر كدل الشديسة وقت لقى قوي سنكر كهر وإن لجوجيا جماعة آيدة مده المعنى مما حال أكاها تإباحة يشير إشارة يوماغا إلى جواز الإصباح وبريس شبا نانان تيدا جنوبا أسيقو جنابا قبانا أوا بريستوا وأن هذا إصباحا لا يضر إصباحا صيامه إنو صندبينه وقد روى البخاري آية مركة قاب كاللوغو دليل سدي مسألة دا قراني لنا أحاديثنا إيق مركة وقد روى البخاري إي ومسلم وحي وريين عن عائشة إي وأم سلامة رضي الله عنهما وحي كوريين قالتا إن إيرادين لبضولي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها يصبح مدوى بريسانا جنوبا حال أسيقو جنابا قبه من غير حلوم دبا دبا وشالله آن
إلا جنابدي ساسيغا ما أهن إنو منام ككور رياضة ساسو كلا ما أهن إنو جماع سميه أهل كيسا إنو جماع الله سميه إنو سيدا كو جنابو دون ما هاني نبقى عليه الصلاة والسلام احتلام كما جنابونين محايا إلا جنابدي احتلام كوا وح شيطان حرير لله أسيغا نمرك شيطان حرير لما لهن نبقى عليه الصلاة والسلام مركا أسيغو جنابا قبو أيو واغو أبرينا أي مرارك قار ثم يصوم وانا اسكسو معي معنا وفي رباية رباية اللهم بغاري مسلم أسقنا من غير احتلام احتلام لآن كجنابا جنابا قبو حديث كاس مركا والدليل ككوبات وروى البخاري ومسلم وحي وريا عن عائشة رضي الله عنها وحي كوريا أنها عائشة قالت عائشة إني تري كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحي وآها يدركه نبيك إنو هليلا يا الفجر فجرك في رمضان أو هليلا والحال هو نبيكنا جنوب أو يهي من جنابك سيكو جنابك وفجرك كود لنا من غير حلم دبا دبا شلعان أمر ريا اللعان فيغتسل وقوي سناي ويصومه نصوم أيه وح مشكلة ملحهم وروا مسلم وحو وري عن السيدة عائشة رضي الله عنها وحو كوري أن الرجل أن جاء الرجل كي إلى النبي أي قيمت صلى الله عليه وسلم الدلذو بدنا يا شيخ فقال الرجل كي وحو يري يا رسول الله تدركوني وحا إيها ليليسو الصلاة صلاة با إيها ليليسو والحال أنا أنيقن الجنوب أنا هاي مت جنابا قبو يعني فجر كي يقصر لنا يا أنو جنابا قبو أفأصوم مصوم يا بودا فقال له رجل كي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو أدهي وأنا أنيقب تدركوني الصلاة إيها ليليسو والحال أنا أنيقن جنوب آن أهي من جنابة قوة فأصوم وانا صوم آيابو نهي نبي عليه الصلاة والسلام فقال الرجل كي وحو يري لست أديغ متهد مثلنا أنكو كلمتهد يا رسول الله محايا لقد غفر لك الله إلهي وقونا في أديغ ما تقدم وحي هرمري من ذنبك كهرمري إي وما تأخر وحي قدال مري فقال وحو يري رسولك عليه الصلاة والسلام والله ينكونا أرطي إني أنيغا لا أرجو وحن رجينا يا أن أكون إن أهذا أخشاكم كين إذنكو عبس بدن لله إله إذنكو عبس بدن وأعلمكم كين إذنكو أقالك بدن بما كي أتقي إله أن أقول رسنا أن إله أقبقا مع ذلك هدنا صلاة دبائها ليلة سأني وجنابا قبوانا صوما ياو إذنكو نصدا هدات سميسان وح مشكلة ملاحون وأما ما من لديك واكو احتج به ماغا من أحجيستي منكو ذهب كتغي منك إلى أن الإنسان إذا أصبح هدو بريستو جنوبا حال أسيغو جنابا قبو فلا صيام الصون له إنسان كأوما سقناني تدك سيدا كتغي وذا دد قاربا وحي إرادين خفك هدي وواغا أبري أسيغو جنابا قبو صون أمجر مالنتا محي حجيستين منك قوة سيدا إرادين تاسو ربائنو كجبابو ها وحي أيغا حجيستين بو ربائنو كجبابو وأما ما من الذي احتج به ماغا من او حجيستي منكو ذهب تغي منك إلى أن الإنسان إذا أصبح إنسان كهدو وابريست جنوبا حال أسيغو أو جنابا قبو فلا صيام له إنسان كصون أو مجرو ها ممان حال أو كأها ذي ماغا رباه ماغا البخاري ومسلم أي وريين عن أبي هريرة أي كوريين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك أحويري من أصبح قفك وابريست جنوبا حال أسيق جنابا قبو فلا صوم له من كاسون أمجره حديث كاس الدين الذي هو القلاب سنة هي ماركيسة أحاديث تأن هذا صوت شاكني وبغارق إيو مسلم كأي وريين ها حديث كي هو عائشة إيو أم سلمة إيو كي حقي عائشة لغا ورينا في الصحيحين بيكسو غيه لبادبا إيو كي كلا إحيقا يو عائشة لغا ورينا في صحيح مسلم كسونا أيو خلاف سيئ واكو من أصبح جنوبا فلا صوم له حديث كامر كمحال لغا جبابا فقد أجاب عنه حديث كاس أما ما قاس العلماء ويكا جبابين بأجوبة يكو جبابين جبابو منها أجوبة وحاكم دا أنه حديث كاس منسوخ إنو يح حديث لن نسخي واي وهريي حديثك ولا قدم بي مركا احاديث ان كلا قدم بس كل كوانا لغو عمل فلا يا اسق لغو عمل فلا ما يوالا نسقي حكم كاس وجري جري لكن مركي دنب والا نسقيو ولا فدوديي
جوابها أي علماء كل جوابين تنا كملا. قال البيهقي إمام البيهقي بوحويري ربينا وحن وريني عن ابن أبي بكر المنذر أنه أبا بكر قال إنه ويري بان وريني أحسن ماك كان أقوى ناقبا سمعت فيه حديثك عن كم غلي وحويا أنه حديثك منسوخ إنه يهيوا صاصو لهي أبي بكر ابن المنذر محايا إلي صوبت كنت سنيس إنه منسوخ يهيا وحيتاي لأن الجماعة جماعة كان الجماعة وحوها في أول الإسلام محرما على السائم من لقحرم في الليل هبينك بعد النوم وردد بعد جيت كالطعام والشراب حال أولتويا صحيح جماعة في أول الإسلام محرم بوها سائم كوالا قحرم يهبينك كدي مركو سيحضة أما مركو صلاة عشاء دكتور جماعة والا قحرم يصير طعامك الشراب والله قحرم أول الإسلام صار سيهانك مركا قفكي أصيغوا الجنابة ومركا فجر وغصوا نشان مركا ساسوا أها فلما أباح الله إلهي مركو بنيي الجماعة إلى طلوع الفجر فجر كدلشدي سأنتي لقيقار الجماعة مركو إلهي بنيي جاز للجنوب وحاوبنا ناضي إذا أصبح هدو وابريستو جنوبك قبل الاغتسال قويس كهر هدو وابريستو أن يصوم إنو صوماء يا أبنا ناطيوا قال أبو بكر ابن المنذر وحو رهي فكان أبو هريرة أبو هريرة وحو أها يفتي مت فتواناي بما كين فتواناي سمع هو مغلي أبو هريرة هم من الفضل بن العباس وكم مغلي عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر أمر كين حال ودشي سحال وهذا أمر كي الأولي آخر إنه صنصان أجر وفكي أواغ أبريا سيدو الجناب قبو ساسو أبو هريرة فتوون جري مركي سهرة فضل من العباس ونسدها كم غلي ولم يعلم مؤغان أبو هريرة أن نسق نسق مؤغان فلما سمع أبو هريرة مركو مغلي خبر عائشة وأم سلمة عائشة وأم سلمة حديث كود أن هذا صوشك نيو صحيحين ككسوغان حديث كان مركو مغلي أبو هريرة رجع أبو هريرة وولابت إليه خبركو أولابت فتوضي هوري وكلابتي مركا مركي دمبو فتووناي قفكي مركا اسيغو جنابه قبو وواغا وبريو مشكله اني سن لهين او صومكي سارنتا ايسان واخ كديبينن او او صومي كرايو صومكي سو صحيح يهايو القيء عمدا وبالله توفيق.